اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ مشرف. اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بيك. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ ازيك يا كابتن زحمه؟ تمام الحمد لله. كله الحمد لله. استاذ عصام، امبارح فاز النادي الاهلي على نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف. من الممكن ان يرى البعض ان هناك اداء لم يكن جيد يعني للنادي الاهلي، لكن في النهايه أنا يهمني في مثل هذه المباريات، ويمكن حضرتك قلتها لنا قبل كده وإحنا قاعدين، صحيح إنه مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب. لا بس اتفقنا إنه ده يجوز جدا في ظل ظروف محددة. بالزبط. يجوز جدا جدا جدا. هل موجودة في الأهلي؟ طبعا. وأنت بتلعب ماتش كاس كمان، يعني بلس إنه ماتش كاس. أوكي. اللي هو نوك أوت، ما فيش حد هيروح مع نقطة، يتروح مبسوط يتروح زعلان قوي. أوكي. وبالتالي الإمكانيات كلها وفرت. كم كان يعني سامي قمصان ذكي جدا إنه قدر يتصور سيناريو بيراميدز هيلعب بيه، وبالتالي قدم له اللي هو عايزه. أوكي. إن هو يستحوذ على الكرة طول الوقت وكده، ومحتاج هو إيه؟ محتاج يجيب جون. وفق في الهدف، واللاعبين الضغوط اللي هم عايشينها وحاله يعني التغيير اللي طرقت على التيم والجهاز الفني، والحمد لله يعني انتهت دون اعطاب، بل على العكس سبحان الله يعني، وكان الدنيا برضو بتدي المجتهد، فجاءت بظلال طيبه على النادي الاهلي يعني. وبالتالي خرج سامي قمصان يعني مقدم نفسه على افضل ما يكون. نعم. برضو العمل، بس العمل اولا ثم النوايا الطيبه، ورجل يحسن الفعل. ده يوضح لك انه كان باكينج للرجل الاول موسيماني، وبالتالي اللعيبه كلها اتلمت حواليه، وعمل هو جديد الا وهو ابو 90% لا لازم 100% سليم تلعب. وعشان كده اعاد لاعبين من بعيد، لانه كان في لعيبه اجهدت بالمره ولعيبه اعتراها الصدى الكروي برضه بالمره يعني، لكنه رجع الناس كلها، فمكاسب عديده جدا، و ما كانش في الامكان ابدع مما كان. أوكي. علشان يبقى كلام يحمل صيغ فنيه مش بس صيغ جماهيريه يعني. استاذ عبد الحكيم، بما اننا بنتكلم عن كابتن سامي قمصان، كابتن سامي رايك في ادارته الفنيه امبارح للمباراه؟ طبقا للاوراق وطبقا للظروف المحيطه بالمباراه، اداره طبعا 10 على 10، وما ينفعش ان انت تنتقده في جزئيه انه لجأ في بعض الاحيان للدفاع. هو بيلعب على قد الاوراق اللي عنده. انت فرقه غايب عنك 11 لاعب اساسيين كانوا بيلعبوا، من اول اكرم وعمار اللي هم مصابين رباط صليبي لحد اخرنا حمدي فتحي وعلي معلول، وبجانب محمود وحيد اللي اصيب اثناء المباراه، وانت بتلعب ما عندكش باك شمال، لان علي معلول الظهير الاساسي خرج من المعسكر الصبح شعر بعض الالام، فبالتالي تبقى للغيابات. ايمن اشرف اللي بعده كمان، وايمن اشرف طبعًا مصاب، فالثلاثه دول مصابين، فاضطر يلعب بكوكا باك شمال. فتبقى للظروف اللي قدامه، وتبقى لان برضو مش عايزين نقول جزئيه ان حته ان في مدير فني مشي، ممكن ناس تقول لك ده طبيعي. اه طبعا ده طبيعي، بس بيأثر حتى لو بجزء صغير جدا. أوكي. فتبقى للظروف الموجوده، وطبقا للاصابات، وطبقا للارهاق اللي النادي الاهلي بيعامل معامله كابتن اسلام، انا بصراحه لحد دلوقتي مش شايف حد بيتكلم عن الموضوع ده، اللي هي جزئيه انت بتقول لي اصل انت لعبت. طب انت بتعاقبني على ان انا بلعب دوري ابطال افريقيا، بلعب كاس عالم للانديه، بلعب سوبر افريقي، بتعاقبني؟ انت بتعاقبني؟ يقول لك اصل انت ماتشاتك اكتر. انا بلعب مثلا من 18 او 22 مباراه زياده في السنه، او من 10 ل 18 او من 12 ل 18 عن اي فريق، فتعاقبني تخليني العب كل 3 ايام. تخيل يا كابتن احنا بقالنا قد ايه بنلعب 3 ايام وهتلعب ولسه هتلعب مع سموحه 38 هتلعب مع سموحه بعد بكره، هتلعب مع وادي دجله يوم السبت، هتلعب يوم الثلاث كاس مصر في كاس مصر، شوف هتروح اسكندريه، ترجع على القاهره، تطلع من القاهره تطلع على الجونه، هتقعد 5-7 بقى، ويا للعجب اسبوع يا حكيم من غير لعب. طب ما كنت اقسم ده ايام كده ترانشات، ده اسبوع لحد دلوقتي يا استاذ، انت ممكن يحط لك ماتش فيه عشان يفضلك وقت يوم 21/7 عشان يلعب فاينل كاس. ما خلاص هو الاهلي قصدي مدرب، لكن بقول لك العشوائيه باينه حتى في دي، ان انت كان عندك كتله ايام كان ممكن توزعها فتريح الثلاث ايام تخليهم اربعه، فكان ممكن جدا اليومين يبقوا ثلاثه. فكان ممكن جدا ان انا اطلع اقول طب ما نلغي الدوري بقى. لا 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 لا، هنا الموضوع مختلف. لا يا كابتن الموضوع مختلف تماما، انا بتكلم على تكافؤ فرص. أوكي. ما بقولكش الغي، بقول لك بمعنى ان انت هتقول لي طب ما الفريق لا انا عارف طبعا، بس انا بقول لك يعني انا بقول لك هو بيجاوب يعني في حدود اللي انت بتقوله. الناس اللي بتتكلم عن الموضوع ده ما عندهاش ادراك بالواقع. طب انا دلوقتي اللاعب
كابتن سيد اتكلم عن الموضوع. اللاعب دلوقتي بتاع النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي عنده مشكله ان هو ملتزم بعود لعيبته. اللاعب دلوقتي لو انت نهيت له الدوري مش هتدي له فلوسه؟ مش هتدي له مستحقاته؟ مش هتدي راتب الجهاز الفني؟ مش هتصرف كل حاجه؟ طب الانكم بتاع النادي، الدخل بتاع الرعايه هيجيب منين؟ ما هو لازم كل واحد قبل ما يتكلم يحسبها كويس جدا. القصه كلها مش انك تلغي مسابقه، هو فين الدول اللي بتلغي المسابقات بتاعتها؟ مفيش. ولا انا عشان خدت حقوق الرعايه بتاعتي فما يفرقش معايا الباقي؟ لا، لازم نحسب الحسبه كويس جدا. اوكي، هلا صراحه نادره جدا، يصعب فهمها. ودايما كابتن اسلام اقول لحضرتك وجمهور قناه النادي الاهلي المحترم انه اللي بيحصل ده لا يحق ابدا للناس اللي بتدير الكوره انها تقدمه كنموذج للكره المصريه. نعم، لانه الف باء بيقولها صديقي وزميل عزيز عبد الحكيم، انه يقول لك انت لسه هتقول لي ادي اللعيبه ولسه في رعاه ليهم حقوق وما ترتب على ذلك، والجزء الفني اللي هيغيب عن الكل في تقييمك للاعبين عن اكتر من نصف المباريات. في نقطه ثانيه ده لا مصر. ما هي سمعه مصر كده انك متجاوز كل دول. ده انا بشرح، فخلاك تقول الف ب، يعني خلاك ترجع لالف ب علشان تقرا الخطاب. أوكي. تخيل والناس بتتكلم 100 لغه في البلد اللي جنبك على طول. لا يعني المفروض بقى يبقى في اتقاء وجه الوطن الحقيقه، يعني اللي ما حدش اصلا بيتكلم عنه غير لما تيجي تلاقي اي حد مزنوف يقول لك احنا مصر. يا عم ازاي بس؟ مصر دي تبقى عارف كويس قوي انها تستحق الافضل، تستحق نموذج رسمي نظمي فهمي. قد ايه المشهد امبارح لما تروح للماتش ان انت صحفيين زملاء شبان واسال حكيم لسه بادئين مثلا في الاقسام الخارجي وانت بتقول له هات الرانك بتاع المجر، فتلاقي قدام الفار ما فيش يا كابتن. ايه ده؟ ايه المشهد ده؟ حتى تبرير مقنع مفيش، فتكتشف انه الناس الفار لسه داخل عندهم، وبالتالي لا احد عندهم حضر كورسات دوليه ولا قاريه، ومن ثم ما عندهمش حد معاه شاره. طب حتى قولوا دي يا اخي، لكن سلطح ملطح باشا دي صعب 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 صعب. مين المسؤول عن كده يا استاذ عصام؟ اتحاد الكوره ولا شك في ذلك. يعني عشان كده حسنا فعل النادي الاهلي انه عايز بقى منها ومن هنا ورايح يبقى عنده دوكيمنت دايما، انا قدمت الخطاب مكتوب فيه انهي اتحاد، وانت رديت عليا بالموافقه من عدمه عبر اللي جالك من هذا الاتحاد او ذاك. على راي سيد عبد الحفيظ عشان ما يبقاش الخطاب لابس طاقيه لخفه. ايوه. ده وبعد كده في نقطه ثانيه يا كابتن اسلام. حكيم قال لك طاقيه لخفه وفي عصفور اللي هو كان النجم. وبعد كده في نقطه ثانيه يا كابتن اسلام، في تجربه حلوه، في تجربه حلوه عاملاها رابطه الانديه. دي انا دي اول سنه الناس ليهم، اول سنه ابداهم ان انا اتكلم في حاجه زي كده. المفروض ابقى سبورت ليهم، يعني انا عايز اعمل ليه كده من اول مره؟ ما ينفعش انا اسيب، المفروض سبورت للتجربه، والناس استلمت موسم استثناء لازم اكمله، فلازم اكون سبورت ليهم وراهم ادعمهم لحد المسابقه ما تخلص، حتى لو 30/8 والناس عامله بلان ان الدوري السنه اللي جايه هيخلص في نهايه شهر 6 او نص شهر يوليو، ونبدا على بشكل كويس السنه اللي جايه. طيب وبالتالي اللي جاي ايه بقى يا استاذ عصام؟ يعني هل احنا مستنيين حاجه معينه تحصل؟ كل دلوقتي حد اللي انا شايفه الحقيقه في الرياضه، بتكلم بشكل عام، بتكلمش على حد معين، ولكن بتكلم بشكل عام، ان انا عندي مشكله في النادي بتاعي فهطلع اخبط في النادي الاهلي والزمالك احيانا واقول ايه اصل الاهلي وما بيلعبش وما بيعملش وما بيخليش وما بيسويش. عندي مشكله في بيع بعض الاسهم في احد الانديه او في بعض الانديه بتاعي، يطلع يقول لك ايه اصله ما هو اصله ما ازاي ده الماتش لازم يتعاد، ماتش ايه اللي يتعاد؟ ما يعني ما هو ده دي الجمل. بعد لا احنا انا مش بقول كده، لكن احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ لغايه يعني الى متى سيظل الوضع بهذا السوء؟ لغايه لما يجي قرار سيادي بانك تفتح زاويه الرؤيه زي ما بتتفتح في مصر الجديده في الجمهوريه الثانيه على مناحي كثيره في هذا الوطن. نعم. وبالتالي تفحص اوراق صناعه كره القدم اللي ما حدش بيتكلم عنها خالص، اللي هم مفهمين انهم عاملين احسن حاجه، اللي هم اصلا ها مفيش حتى ابجديات الاداره، اللي هو انت مش فاهم مين بيعمل ايه عشان يوصل لايه. الناس حتى لحظات القرعه مش عارفين ان الكاس هو قرعته عند اتحاد الكره. طب والاهم اللي خرج عشان يقول القرعه موجهه؟ طب ما هي القرعه موجهه عشان في فكره الصناعه، فعندنا فريقين كبار يمكن اذا استطاع الوصول او احدهما كفيل بمبيعات افضل في النهايه. هذه واحده، والثانيه ان انت اصلا مش واخد بالك. قبل ما تروح للثانيه، هل ده عادل؟
ما هو انا بسالك الاسئله اللي دايره. عادل طبعا لانه تم الاتفاق عليه. أيوة. ما فيش حاجه مفاجاه. ده هو في كاس العالم يا كابتن الاتحاد بتحط الدوله المضيفه والدوله البطل تحطه في مجموعه واحده؟ مستحيل. ولا بتصنف تحط مجموعات؟ مستحيل. الا اذا لازم بيكون بتسيب دي هنا ودي هنا. هو استاذ عصام جاوب الحقيقه. ما انا بقول لحضرتك هو ده الاهم. ان هو انا بتكلم على هنا مش على كاس العالم بقى لانه هيقول لك ايه. اصل انت بتتكلم على كاس العالم. طب انت لا هكلمه عن اي حاجه تعجبه. حضرتك بقالك 20 سنه متفق بتعمل نفس الموضوع بالظبط. اللي قال له بقى ان القرعه ممكن تتلعب احنا نقول له بقى وحضرناه والكرات المثلجه والكرات الساخنه. يا صديقي العزيز انت وهو ما كانوش جابوك انت اللي تسحب. كانوا جابوا نجوم وعملوا لهم يعني مكياج حتى يجيبوا اسلام الشاطر بس ما هوش اسلام الشاطر يعني ناس تبعهم يا استاذ. حتى انت لو عايز تفكر شمال شوف الشمال بيصنع ازاي. يبقى صنايع حتى في الشمال فيجيبوا ناس اما تسحب ايه هوبا. لكن انت بايدك انت بايدك ازاي يعني. عمر الحاوي ما بيضحك على اولاده يعني مستحيل يا كابتن. وبالتالي هي ايه عارف كان في شخصيه اسمها جنجح يعني ايه لا اللي هو طول الوقت ايه زي كده انا معترض انا معترض ليه لا انا معترض يعني ما عندوش حتى ليه هو انا معترض. فجنجح لازم يطلع يقول حاجات غريبه. ليه هو بيرى كده انه اثار يعني الراي العام. هو بيرى كده انه بقى له طله على الناس. لا حضرتك بتتكلم بشكل عام. بشكل عام طبعا عن كل حد بيتكلم في القواعد في القواعد المنظمة وهو مش فاهم بلا إدراك بلا فهم وأيضا من غير ما يستشرق إن هو ما حدش هيرضى له الظلم. أيوه. وبالتالي كان كده. عليه والأقوم إن هو يدافع عن حقوقه في إنه يطالب باتحاد بجد. مش يطالب إن أنا حد نرجع للبداية بقى إن هو يجب أن يكون هناك اتحاد مختلف يا أستاذ عبد الحكيم. طبعا لازم يكون الموضوع بعد كده. بس في نقطة أنا بس عايز أكملها كابتن إسلام بعد إذنك. هو دلوقتي لما كان كابتن سيد اتكلم مره قال لك بصوا في ورقتك. طيب دلوقتي كل واحد بيطلع يقول لك ايه خدمه نادي بعينه خدمه مش عارف مين. طب دلوقتي مش ما حدش قال لحد بص في ورقتك. ما حدش ذكر كلمه بص في ورقتك خالص. وبعدين يعني مثلا الاهلي السنه اللي عدت محطوط في طريق بيراميدز وكان قبلها مين وكان قبلها مين. هل الاهلي طلع وقال لك دي قرعه موجهه ان انا كان عندي فرق من النسخه اللي احنا بنلعبها اللي النسخه القديمه لسه مستمره. عمل بيان على المعلم هو لاعب انبي وبيراميدز. لا ما هو قالك الاتفاق كمان. ما هو انا متفق. طلع لي بقى انا اسف الزمالك وامبي وبيراميدز في المجموعه بتاعتي او معايا خلاص اوكي. طلع لي بقى انديه من الدرجه الثالثه والثانيه والرابعه برضو اوكي انا لا ده احنا وقت ما كنا بنلعب امبي كان في ناس منافسه بتلعب نادي درجه ثانيه وده مش عيب على فكره. لا ما هو ده طبعا الزمالك ده مش عيب. الزمالك كان الزمالك كان ساعتها بيلعب طريق القرعه وده كده. طريق القرعه وده كده دي قرعه ما عنديش مشكله فيها. لكن انت عندك مشكله داخليه في النادي. عندك مستحقات ما بتديهاش. في لاعب هربان من عندك ما تديش فلوسه. مش كمان الاسماعيلي هنا انا اللاعب ده الناس كلها اتكلمت. اللاعب اللي سابك من شهر يناير ومحدش اتكلم عنه واللاعب سابك مفيش مستحقات. يعني انا بشوف ان التركيز يبقى افضل من النادي الاسماعيلي على النواحي الفنيه لانه يعني ما تطلعش في الاخر. النادي الاسماعيلي ده جزء من نادي محترم جدا ونادي لا كبير جدا. النادي الاسماعيلي ده جزء من التاريخ كره القدم المصريه. هيظل كذلك الضلع الثالث ملزمه يعني يقول لك اهلي زمالك اسماعيلي يعني ملزمه مهمه في كتاب تاريخ الكره المصريه. لكن جمهور الاسماعيليه لازم ياخد باله اللي بيتقال لك ده كلام مش صحيح. حتى في وقت الاهلي يلعب في اسماعيليه من عدمه ويجب ان يعي يا كابتن اسلام. كمل بس النقطه دي يا استاذ عصام مهمه جدا. اذا كان لدى اداره الاسماعيلي خطاب من جهات امنيه بتقول ليس لدينا مانع من حضور النادي الاهلي واللعب لا اتصور انه كائن من كان يستطيع. حضرتك انا واحد من الناس لعبت اهلي ولعبت اسماعيلي طبعا صح. مباريات لما كنت بلعب في الاسماعيلي مباريات الاهلي والاسماعيلي في اسماعيليه كانت بتبقى من احلى. سيبك بقى من جمهور عالمي وكل حاجه. الجمهور في كل حته يا كابتن. الاهلي بيجي وكل حاجه جداً. حلوه وكل حاجه لطيفه. ايه اللي الحاجه مش بايديا يا كابتن. ما هو ما حدش قايل له الصح مش بايديك انت. انا عشان يستوعبه كنادي اهلي انا عشان يستوعبه هل المطلوب من النادي الاهلي ان يذهب الى الامن في اسماعيليه ويقول له انا عايز العب في اسماعيليه. اولا ده شيء ما بيتعملش كده يعني ما فيش ورق رسمي يتعمل بالشكل ده. لكن اذا اردت ان تكون ادارتك زي ما بتقول لك اسالها ان تخرج خطاب. والسوشيال ميديا دلوقتي ما شاء الله كل حاجه في خليه يطلع الخطاب انه جاب الموافقه. والاهلي الجبار ده محدش قادر عليه عشان ينفذها. لم يحدث ولن يحدث
هناك في البلد اشياء كثيره جدا يعاد هندلتها، ضمنها الجمهور بيعود اهو طبعا، والمدن طبعاً دي هتفتح ان شاء الله. من ضمن مثل هذه الامور برضو يا استاذ عبد الحكيم اللي حصل السنه اللي فاتت كابتن علي ابو جريشه ووجوده في النادي الاهلي واستقبال الكابتن خطيب للكابتن علي ابو جريشه، الحاجات الحلوه دي اللي عايزين ننقلها للناس، مش كل حاجه دخلنا يا كابتن اسلام واتقالت في جلسه كابتن علي وربنا يديله الصحه سمعنا، لكن يعني الاعلام الرسمي في النادي الاهلي وانا عارف ده وسالت جمال لا ما حبش يبرزها انه، وكابتن سيد عبد الرازق ما فيش حد قال ان الاهلي ما بيجيش من عندياته، انه ده قرار هيتغير وانه قيادات الامن في مصر عندها خطط لكل حاجه يا كابتن اسلام. من هنا طبعا الى هذا الحين تمام النادي الاهلي ملتزم بما هو موجود، هم بقى اذا ارادوا تغيير الوضع مش عند النادي الاهلي، لكن انت ادارتك بدل ما تدي اللعيبه زي ما قال وبدل وعودها اللي قالتها في الانتخابات، خلينا بعيد عن النقطه دي حاجه ما تخصناش يا كابتن، لا تخصنا طبعا، احنا بنتكلم عن احنا كنقاد لان ده جزء كبير، ومشكورا ان في قناه النادي الاهلي بتقول انها ملزمه كبيره في طبعاً في كتاب الكوره، حرام عليهم بقى يفضلوا يبيتوا الجمهور ده متنكد على اشياء غير صحيحه 100% وعلى مسؤوليتي. صح ولا لا؟ طبعا. وبعد كده يا كابتن احنا عارفين كويس جدا قيمه نادي الاسماعيلي، احنا كصحفيين عارفين قيمه نادي الاسماعيلي كويس جدا. ومن ضمن الكره اللي احنا كنا بنحبها او ما زلنا كره اللعب بتاعت نادي الاسماعيلي، بس بتشغلنا ولا لا؟ طبعا يعني بتشغلنا، بتخلينا نكتب ونبيع وكذا، بس يجب ان يعي المسؤول، انا ما اقصدش انا بتكلم على اي مسؤول، اي مسؤول في اي نادي يعي المسؤول قيمه الكرسي اللي هو قاعد عليه، ما ينفعش انا اطلع اخد قرار انفعالي، القرار ده انت فاهم معناه؟ يعني انا اسيب بطوله فاهم معنى القرار؟ طب جماهيرك دي اللي اصلا يعني انت حضرتك كنت بتقول احلى ماتش الاهلي والاسماعيلي، الاهلي او الزمالك الناس كانت بتنتظر هذه، طبعا الاهلي او الزمالك لو راحوا اي محافظه يا كابتن كان بتعتبر من قبلها بثلاث ايام عيد حرفي من اول المحافظ للجماهير العاديه لكل حاجه كل في المحافظه مستنيه. عايزين نرجع الايام الحلوه دي تاني بصراحه، يعني نفسنا نشوف الايام الحلوه دي تاني. لن تعود الا باتحاد كره حقيقي لديه مشروع، هذا المشروع يخلي مصر زي كل الدول، ما هياش اجراءات كل يوم يخترعوا ليها اختراع جديد ويضعوا لوائح، ما فيش حد يضع لوائح ترجمه، عارف الاهلي لما طالب حكام الخمس دوريات الكبرى نحن نريد ترجمه الخمس اتحادات الكبرى، اذا طلع واحد غير الثاني يبقى انا راجل مش هشتغل الشغلانه دي اولا يعني واعدكم يعني، اللي هو كيف ينسق الاتحاد، كيف تدار المسابقات، يعني ايه رابطه انديه مع احترامي ليهم، يعني ايه اشخاصها الطبيعيين، يبقى بيشتغل ايه ولا ما بيشتغلش ايه، ليه مخصصات ولا ملوش، وهكذا لجنه الحكام يعني ايه، اللاعب المحترف اليوم الكامل وكذا. اذا جاء اتحاد يفرض ما هو مفروض في العالم اجمع، انا بقول لحضرتك في ثانيه، لان البلد دي ملهاش حل، البلد دي بس حط السدايه يا كابتن واخبط على صوابع اللي عاوزها مانوال بتلاقيها في حته ثانيه. وقدمت الدوله نماذج يعني كتيرة جدا، مش هنقعد كل شوية نعدها، كان 2019 حكيمه وانت كنت موجود طبعا، وكأس عالم والراجل كان ممكن يقول مبروك عليكم انفنتينو، لكنه قال ستحرجوا كثيرا من ينظم بعدكم، الكبسولة اللي اليابان اتشجعت علشان تعمل الأولمبيك جيمز بسبب الكبسولة وتنفيذها 100% في كأس العالم لكرة اليد. إذن انت لما بتدورها على طول بالسدهاية، مصر زيها زي ألمانيا في أوروبا، زيها زي أي بلد في القارات العظمى، لأن دي قارة ودول قارات، والحقيقة ده اللي بيوقف النادي الأهلي قصاد الناس دي، إنه عامل النموذج الدولي بينما الآخرين يا ريت حتى بيغطوا في المحلية، لا مش عاوزين يشقوا يا كابتن. وبالمناسبة النادي الأهلي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأيام تحديدا أهو مرة ورا مرة يوم ورا يوم بيرجع له ما قيل ان النادي الاهلي كان يعني بيعمل بيانات وكذا وكذا وكذا، بمعنى انه بتلاقي مثلا محمد بركات كعضو مجلس اداره لاتحاد كره القدم، انا ما بتكلمش على محمد كحاجه ثانيه، انا بتكلم عنه كعضو مجلس اداره اتحاد كره القدم وتعليقاته في الفتره الاخيره، ويقول احنا هو قال كده، ده عضو مجلس اداره في الاتحاد قال ان اتحاد كره القدم بالفعل ظلم النادي الاهلي، ولازم نطلع نقول هذا الكلام عشان نقول مش كابتن بركات بس، ده الاستاذ محمد ابو رافع قال نفس الكلام برضه في برنامجه، قال نفس الكلام، وبعدين تصريحات باترس متسبي نفسها امبارح، ده اللي انا كنت بديل الحاجه الثانيه اللي كنت هتكلم فيها، بس انا اللي بتكلم على حاجه بقى. لا ما تنسوش الكابتن حازم لما نزل متحدثا عن المجلس وكل الشباب اللي هم ذهبوا للتغطيه زملائنا الشبان،
قالوا له ده وحش وده وحش، قال لهم انتوا ليه بتقولوا الدنيا سودة؟ احنا عندنا حاجة حلوة. انا بقول لك النص بقى اسمها النادي الاهلي، لان النص كان فيديو يعني مش كمان حاجة اللي ولا كتبها مكتوبة لا. واسمها عندنا حاجة حلوة اسمها النادي الاهلي، لسه لاعب نهائي افريقيا ولسه واخد اللي قبلها. لكنه طبعا بخف الدم يعني الثعلب راح قال ايه، او الزمالك برضو ما هو خد كونفدرالية، يعني حاجة لطيفة لطف بيها الاجواء. لكن هو بنفسه اقر انه في ظل هذا السواد الاداري عندنا حاجه حلوه اسمها النادي الاهلي. هو الكاف لما يغير النظام ده بسبب ايه؟ ما بسبب ان النادي الاهلي اثبت انه على حق. الدكتور باتريس موسيبي لما يطلع امبارح يقول لك انا مقدر جدا غضب كابتن محمود الخطيب، مقدر جدا لتاني مره، مقدر جدا موقف النادي الاهلي، ويغير يقول لك ان احنا هنلعب بدل مباراه واحده فاينل نهائي دور الابطال هنلعبه من مباراه ذهاب وعوده، ونرجع لنظام الذهاب والعوده. ده اعتراف بان النادي الاهلي كان موقفه صحيح 100%. والموضوع ده على فكره بقى خلاص يعني مش محتاج مننا كلام، ان الكلام ده اثبته التقرير بتاع اللجنه اللي شكلها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اقر بيه كابتن محمد بركات، اقر بيه دكتور باتريس متسبي ان النادي الاهلي كان على حق. واعتقد ان يعني انا مش عارف الصيغه تكون ازاي للاهلي يتعوض عن حق، والله انا مش عارف الصيغه تكون ازاي، بس يعني هتعرف قريب في صيغه محترفه. لا هتعرف قريب في صيغه، لا انا عارف في صيغه محترفه برضو. نتاج السيرش اللي الشباب اللي معانا في الموقع بيعملوه ما شاء الله عليهم، كل حاجه بتيجي كابتن، وانا قلت لحضرتك حتى بره البرامج انه دايما بخليهم يبحثوا وياتوا بالنموذج اللي صح. المفروض يتعمل في ده، معناه انك تطلب التعويض من الجهات التي اوقفت انك انت ليك فلوس عند الرعاه ما خدتهاش، انك انت كان يجوز ان تمويل الرحله يعود عليك بكذا، كل ده بالبطولة. يثبت وتقدم به اولا لما هو اجرائي تبعا للاتحادات المحلي والقاري، ثم تذهب نحو المحكمه حتى المحكمه الدوليه نفسها لاثبات، عارف زي على المتضرر يجوا للقضاء، المتضرر يلجا للقضاء بس المره دي القضاء الكروي. النهارده بقى وانت بتقول ده على ثبوت حقوق الاهلي مره ورا مره اهو، فياتي تعيين، ما حدش بيتكلم، فياتي تعيين الكابتن محسن صالح ضمن اللجنه الفنيه لتطوير الكره الافريقيه، نفس بتوع المطبات الصناعيه يروح قايلين ايه بقى. شفت بقى عشان حبايبهم راح جايبين لهم محسن صالح. مين حبايبنا؟ طب محسن صالح يا ناس، احنا اكتر ناس اتظلمنا من الكاف يا جماعه. محسن صالح يا جماعه، محسن صالح وهو من هو في كره القدم يا جماعه، قيمه كبيره يعني ده كلام برضو. طب افرحوا للمصري العربي الافريقي محسن صالح، ولا عشان هو دلوقتي محسوب على اللجنه الفنيه او لجنه التخطيط في النادي الاهلي؟ ما ينفعش، هيبقى شكلك وحش. بينما انت عمال تدور نزرع مين في الكاف بعد ما الكوته ضاعت يا كابتن اسلام، وقلت لك هنا واحنا موجودين الحلقه اللي قبل اللي فاتت، من سيحصل لمصر على حق الكوته؟ وانتوا اكدتوها والكابتن شطه اكدها، في كوته لدوله المقر عصفت، بينما العربي المصري المهندس هنا بوريده موجود لم يطالب ببقائها ضمن بروتوكول. دي بقى لا منحه ولا منا ولا اي حاجه، بروتوكول خالص، ده بروتوكول. طب احنا لما هم اللي بيطلبونا نشوه؟ هو صحيح مش هينفع التشويه لانه كلام مضحك. منعت او حرمت منك يكون لك تمثيل في اللجان، كل لجان الكاف دلوقتي طبعا ما فيهاش ولا واحد مصري. يمكن كابتن محسن صالح ده بقى الوحيد اللي موجود، ما فيش غيره. طبعا كابتن عصام ده موجود في شمال افريقيا عشان الناس تبقى فاهمه، بس لجنه حكام شمال افريقيا مش اللجنه الرئيسيه، مش الكاف. برافو عليك، رائع. فاحنا اتحرمنا بفعل فاعل، ولازم ندور في الملفات دي. كابتن عصام كمان محاضر دولي. ايه بتضحكش؟ والله انا بتكلم بجد، كابتن عصام محاضر دولي. ما اظنش. عصام فتاح، انا عايز بس الناس تقعد تبص على الحكم. اهو ماتش الاهلي والزمالك والاهلي اتعادل، تمام، يعني الاهلي ما كسبش. الناس تقعد لا وكان تتعلم. الاهلي ممكن يتغلب في اخر كوره اللي بتاعت امام عاشور دي، يعني عادي كوره. احنا كرة. نفسنا الناس تجيب الحكم ده بجد والله العظيم، تعلم منه، تحطه قدامها كده وتشوف الراجل كان بيعمل ايه. بص يا كابتن، اتحداك ان كان لو انت حضرتك بس يمكن عشانك متخصص شويه فكنت عارف اسم الحكم، اتحداك ان حد من الجماهير يفتكر اسم الحكم. شوف معلق المباراه لو ذكر اسم الحكم هتلاقي ذكره مره او اتنين من باب ان انا ايه عارف اسباني بس مش اكتر. ما اقصدش حاجه، ولا انت مش حاسس بيه؟ لا حلو. انت مش موجود، الراجل انت مش شايفه خالص. الراجل من كتر سهوله المباراه الراجل بيتحرك بطريقه انسيابيه جدا، تحركاته في الملعب نفسي والله بجد مش لازم الانفعال تجري لا يعني بهدوء. لا مش كده، مش هي دي الحركات اللي هي اللي من فوق ما تفهمش. يعني شوف الراجل حتى لما كان بيروح بهدوء بيبتسم للاعب،
مع ان الامور بسيطه جدا. شوف تتعلموا منه. ما هو ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها يا استاذ عصام، كيفيه تطوير التحكيم المصري، حكام اجانب هتطوروا ازاي وهو اصلا يعني السيد اليخاندرو عصام عبد الفتاح بيقول لنا حاجات غريبه. ده ما خدش باله ان هو المنوط باختيار طاقم تحكيم لاداره اهم مباراه في الدوله اللي بيدير حكامها، فيقول على الحكم وحش. طب انت جبته ليه؟ انت بتوزع على نفسك تومه يا كابتن، ازاي تقول كده؟ هو انت جيت فجاه كنت مسافر ليبيا مثلا ومش موجود معانا، وجيت لقيت ناس لجنه حكام تانيه والعياذ بالله جت وجابت الحكم ده او الطاقم ده، ده انت اللي جبته يا حكيم. تروح طب بمناسبه الحكام، بما اننا بقى بنتكلم عن الحكام برضو، اللي انا سامعه ويمكن الكابتن حازم امام قال هذا الامر، انه هناك مقاومه شديده لعدم وجود خبير اجنبي على راس المنظومه. يعني طيب، هل حضرتك مع وجود خبير اجنبي ولا لا الاول؟ انا مع وجود خبير ومعاه اتنين زي كل الدول اللي حوالينا، بيجي رجل ومعه شخصين اخرين عشان يشتغلوا مع زي ما بنقول على الكوتش حكيم ومعاه ستاف، يبقى اتنين مساعدين، وبتاتي لجنه من جيل بقى جديد تشتغل لجنه حكام، هو اللي بيدير الاثنين، لكنه هم على طول عمالين يتدرجوا. عارف بقى الاهم من كده ايه؟ بيجيب طواقم اجنبيه جيد تحكم بعض المباريات، علشان لما يجي يعمل الحكايه بقى مش عشان يجيب بقى ايه فجاه لما تحب تهيل التراب على حاجه تقول ايه السمسار حكام. لا يا صديقي، لما كان في السعوديه مش قعد سنه ومشوه، العقد كان سنه. الثانيه انه سمسار حكام مش صحيح، ده كان ضمن الديل اللي عامله. ليه؟ عشان لما يقعد كرئيس اللجنه او المطور يبقى الحوار على حاجات طبعا يعني. يبقى الحاجات على لحم ودم مش على شرايط وسيديهات. مش اللجنه بيبعتوا للحكام يا كابتن عندي عندي انا معاك في هذا الكلام، لكن لا ده انا عندي البتاع دي ببعت لهم تيجي شاحن اللي بيحضروا، والله تيجي شاحن النت. كلام منطقي يا استاذ عصام، بس ليه انا حاصل نفسي في كلاتنبرج بس؟ يعني ما انا ممكن اجيب عبد الحكيم ابو علي، يجيب علي برج، يجيب هو اي برج تاني، مفيش مشكله، يجيب علي برج ماشي والله العظيم، يجيب اي برج تاني. لكن التقدم له سكه واحده مشاها اخرون، اللي هي بالفزلكه يقول لك ايه، نحن لن نخترع العجله. اوكي طبعا احنا عايزين نسوق العجلة زينا زي الناس، بس انا معلمه ان الكابتن حازم مصمم على الموضوع ده ومفيش تراجع فيه. ما هو ده كلنا مصممين على فكره، اصل بالنسبه لنا شيء جيد، بس هو بيجد مقاومه شديده جدا جدا في كل حته، عندنا وفي التلفزيون وهنا وهنا وفي كل البرامج الرياضيه. ما دلوقتي بتجد المفروض تنشأ منظومات اللي هي حكيم بيسموها، يقول لك ايه مثلا صحفيون ضد الفساد. بعض الحكام يعني حكام ضد الأجنبي، عاملين حكام ضد التطوير، عاملين مجموعه دلوقتي اسمها حكام ضد التطوير. هي هنا المشكله، إيه هو جاي ايه ده يا جماعه؟ بس هو المشكله انك تسيبه يشتغل. هتسيبه يشتغل ازاي في ظل هذه الظروف؟ هي دي بقى النقطه. هو جاي كابتن حازم مصمم، بس لازم ياخد فرصته ويشتغل. اي اسم على فكره، ده دور اتحاد الكوره. اي الكوره بقى مش انت ولا انا ولا الكرة. طبعا مسانده حضراتكم كصحفيين كبار لازم يبقى واضح للكل ان انت في ظهر ده اللي بننادي بيه، بس يقولوا لنا مين اللي بيقف قدامه، واحنا نصحى الصبح نروح كلنا ناخد اتوبيس ونروح. كل النقاد ناخد اتوبيس ونروح. لا بس هي مش محتاجه كده، لان انا سمعت مثلا بعض رموز التحكيم اللي موجودين في مصر بيتكلموا عن ان احنا التحكيم المصري بخير، وان احنا عندنا حكام مصريين بعض رموز على السابقين مش الحاليين. لا السابقين السابقين ان التحكيم المصري على افضل، واحنا مش محتاجين تحكيم اجنبي ولا خبراء اجانب ولا طب احنا محتاجين ايه؟ هيقول لك على طول اعمل للحكم حمايه، اعمل للحكم رعايه، طب معلش ادي الحكم فلوس. لا ثواني بس حكيم، ايوه صح صح، بينما هو انا سمعت نفس الكلام كده بالظبط، اللي هو ايه، هات فلوس وانا ابقى كويس. يعني بتقول لابنك لازم يا ابني اوديك تاخد كورس انجليزي، طب ما تبقى كويس الاول وبعدين تاخد كورس انجليزي، فيقول لك لو جبت لي ساعتين ديجيتال واربع نظارات شمس من ام قلاب هبقى انجح. لا طب انتوا لما مسكتوا التحكيم ده، انتوا مفيش حد فيكوا بيخلي الحكم اللي راح يلعب ماتش في اقاليم يبقى زيه زي الاجنبي، يحجز له في اوتيل ضمن فلوس الحكام، ويبعت مع واحد من العلاقات العامه يقول للامن على بوابه الاستاد معايا الطاقم الحكام اللي هيلعبوا الماتش. انت اصلا لما مسكت ما عملت لهمش كده يا اللي بتتكلم، انت بقى تقول لي التحكيم بخير. لا على فكره هو مش واحد، انا سمعت اربعه خمسه اكتر من حد. ما انا بقول ايه اللي بيتكلم، بس التناقض الغريب يا كابتن اسلام، انت ازاي بتتكلم تطلع تكلم الناس ان انت عايز كوتش اجنبي
لتطوير مثلا اداء المنتخب، وفي نفس الوقت يجي يقول لك عايز راجل خبير اجنبي في التحكيم تقول له لا وبتاع. طب ازاي يعني انت لما تخاطب الناس تملي كده تعود عد الكلام على اهلك؟ عشان بس هو بالمنظر ده برضو يا استاذ عبد الحكيم يا استاذ عصام، انا راجل دلوقتي شايف ان قد يكون عندي مشكله في الناحيه الفنيه كمسؤول، شايف ان عندي مشكله في الناحيه الفلانيه في اتحاد كره القدم او في منظومه كره القدم هي الحكام. ايوه بس المنظومه دي بتعتمد على مين؟ هي ما بتعتمدش عليا كمسؤول، هي بتعتمد على شوف كم الف حكم موجودين. لا ولا كم الف ولا حاجه، لا لا خالص 10 مش قصدي يعني بالاعداد، انا قصدي ان كام 500 600 حكم موجودين في مصر كلها. ال 500 600 حكم هم دول اللي بيقيدوك، هم دول اللي بتشتغل من خلالهم. تمام، فلو واقفين ضدك خلاص هشتغل بمين؟ ومين اللي يقدر يديك دليل؟ لا مش فاهم يعني واقفين ضدك مين اللي قال اللي واقفين ضد مجموعة المصالح؟ لا مفيش حكم يا كابتن مش عايز، مفيش حكم يا كابتن مش عايز يتطور اداؤه ويروح كاس عالم ويروح كاس امم ويكون موجود في المحافل. المجموعة مستحيل يا كابتن تلاقي حكم، مستحيل تلاقي حكم رافض التطوير. مفهماهم ان لو ما بقتش معايا هعتبرك ضدي، مش هخليك تشوف ماتش يا كابتن في حكم. اه لو مسكت رئيس يعني طبعا، لا لو وافقت على الانتقال ده او التطوير. أيوة ده طب ما ده في حكم لما رفع صباعه في صوره كده وقال صعب تترك شيء بتحبه، جابوه بعد 3 اشهر الراجل متنحي جانبا ادوله ماتش. اه كان على السوشيال يعني مش جايبها سر انا. وهكذا واحد قال لهم انا مش هسكت، تعالى يا ابني بكره وروح لعمك واجي هوفا يديك ماتش عادي جدا. وبالتالي الموضوع كابتن اسامه النهارده بيدعي على بلغاريا قوي. بلغاريا ورومانيا والمجر، بما ان والمجر مجموعه جميله من البلدان يعني في شرق اوروبا. وبالتالي انا نفسي بس اللي يقول لنا لما مسك التحكيم او كان قريب من اللجنه ايه اللي عمله بالظبط، ثم يقول لنا هو ليه امله كله انه يبقى عضو قاري او دولي. مش دول برضو اللي احنا بنقول هاتوا منهم، واحنا بنقول هاتوا ناس منجمين يا حكيم او صحراء. احنا عايزين من الحتت اللي انت عايز تروح، اللي انت متلهف تبقى محاضر عندها او فيها من خلال ايه؟ من خلال جوتنبرج وسيد برج ومحمود برج، بتروح تتعلم معاهم علشان تاخد ترخيص. طيب. بتاع محاضر. اتمنى ان الكلام اللي حضراتكم بتقوله ده بيحصل اخيرا يا عبد الحكيم، لانه مهم جدا. باور يحصل ولا تتمنى انه يحصل؟ انا اتمنى ان هو يحصل يا رب. اه انا يعني فكرتك يعني بتقول هو بيحصل اخيرا، قلت ايه ده يحصل. اسلام يحلم بغد افضل، هيجي ان شاء الله بغد افضل، هيجي والله. استاذ عبد الحكيم برضو باولو سوزا واختياره كمدير او هو المدرب المحتمل لمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه، يعني كلام عن تولي القياده الفنيه لمنتخبنا الوطني، ايه رايك؟ هو مدرب كسيفي مدرب كويس جدا، بس يعني ناس كتير عندها على تحفظات على حاجه معينه. لا مش تحفظ عادي يا حكيم. اه ما انا بقول لك عنده تحفظ، ما احنا مش عايزين نذكر التحفظ عليه، بس هو في تحفظ على حاجه معينه. بس انا توقعي ان لسه يعني لما يقول انت بيقول يوم الاربعاء لما يقول عندك معلومه بكده، هو الكلام كله عليه يقولوا حجزوا له اللوكان ده كمان كمان. اه بس طيب. ده يتبعه يعني شيء رغبه عارمه. خلي بالك مصر تحترم تعهداتها بالمناسبه، يعني مصر الدوله حاجه ومصر الشعب حاجه. لم ياتي اي يوم ايا من اركان دولتنا يقول لك شيك هاند مع الناس دي خالص، لم تحدث ولن تحدث على ما اتصور، وعليهم ان يراجعوا نفسهم في القصه دي. ده بقى اللي مش اخر واحد في الدنيا. أوه. بامانه يعني زيه كده كتير. طبعا طبعا يجيبوا لنا نفس الفلوس ونفس السمات، وانا والراجل ده نسهر يومين امرنا لله نقدم لهم 10 سيفيهات يعني. يتمنوا قياده المنتخب مثلا بعد كده الاقل يعني. ونفس الكلام برضو بينطبق على المدير الفني للنادي الاهلي. احنا دايما متعودين من النادي الاهلي يعني خلال الاسبوعين اللي فاتوا او منذ ان انتهت العلاقه ما بين موسيماني والنادي الاهلي، وحتى الان حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها كل يوم مدير فني للنادي الاهلي، ولكن يعني دلوقتي الكلام كل يوم انفراد عن مدير فني او الأهلي. كل يوم انفراد صحيح، وفي الاخر محصري انفراد محصري احنا دايما او انفرادات صحيح. احنا متعودين دايما ان احنا ننتظر مجلس اداره النادي الاهلي، لانه حتى دي حتى القريبين قوي ما بيبقوش عارفين ايه اللي بيحصل يا استاذ عصام. في مره من المرات يعني في يعني مجالس سابقه، ربنا يدي الكابتن حسن الصحه الكابتن حسن حمدي، يعني وصلت مع احد المسؤولين وقلت له ايه طب اقول لك حاجه، المعلومه اللي عندي انا لو ما ضحكتش او ما ابتسمتش اعرف ان حتى صح، يقول لي لا يعني فما فيش فايده. هذه تقاليد واعراف يعني. وبالتالي طبعا الاهلي يحمي ده، لكن انا احس ان جزء من الموضوع اللي بقول لك عليه حكايه اقامه المطبات
ما علمت انه بعض الناس كان بيتوجس يعني خيفه انه ممكن حد يروح يكلمه، واللي اتقال له بحسب معلومات انا يعني مش مهم حتى بالضروره يكون النادي كان بدا يكلمه، لكن عرفت من اصدقائنا عايشين بره ومنفتحين اكتر مننا يعني على العالم الخارجي انه في كلام اللي يوديك مصر، وده في حد اتقال له النادي ده اصلا كل الناس ضده الا يوديك. قد لا تستطيع انك تعمل عملك يعني او تجيد ما عملت، ده كل الناس بتبقى ضده وبتاعه ونادي ونادي ثقيل ونادي على جنب. بس هو ده لو دخل على الانترنت هيعرف ان الكلام ده صح. لا 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 مش الكوره، مش بيتكلم في الكوره ولا الاداره، انه نادي يعني ايه يعني شايف نفسه وبالتالي في كيانات كتير ضده يعني. فانت بتوصل معاك للدرجه دي. فالاهلي عليه ان هو اولا كان يتفحص الاوراق اللي هو عايزها، واذا كان هو ريكاردو يعني ولازم تستشعر برضه لحتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان الرسمي في الجزء الرسمي يعني. انا وحكيم حتى كنا بنتكلم مره واحنا جيلينا اهو بنقول ايه اذا كان هو يعني بنتكلم محدش يعرف زي النادي يعني. بص يا كابتن، النادي الاهلي اتاخر وكان في اختيار خد وقت يعني. خد وقت الشغل الشغل بيحصل جوه يعني. انت الاربعه خمسه اللي بيديروا الملف مع لجنه التخطيط، انت عملت شغل بروفيشنال محترم بالظبط يعني، اللي هو الشغل المؤسسي. انت عندك قائمه اسماء بتحصرها، بتبتدي تشتغل، بترتب، بعد كده تتكلم. فكل ده اللي مخلي الناس كلها كانت ايه، مثلا الاهلي عامل سري. لا، الاهلي مش عامل نطاق سري، الاهلي بيشتغل. مش هينفع اطلع اقول لك انا بتفاوض مع الخمسه سته دول، ما ينفعش طبعا، مش منطقي. لكن مثلا لما لا اشتغل، والمفروض الاهلي يعمل في نطاق السريه، لانه زي ما الاستاذ عصام قال، هناك بعض المعوقات دائما بتكون متواجده، او مناسب او منافس، خليه منافس بيبحث ولاقي في السيرش بتاعك ان هو حاجه كويسه. والنقطه الاهم يا كابتن، السريه دي اتفرضت برضه عشان بس الناس تبقى فاهمه. انت عندك فريق بيلعب كل 48 ساعه ماتش، بس خلي بالك انت بره الفرقه. لا لا لا، برضه يا كابتن لما اجي اطلع اتكلم صدقني بعيد. انا بكلم اللعيبه كتير، فصدقني بعيد. بص، هتاثر حتى لو بشكل غير مباشر على تاثير الناس اللي شغاله. بص، كل 48 ساعه ماتش هتلاقي برضه يعني المدرب، طب جاي النهارده، طب جاي بكره، يعني عايزين يعرفوا هو مين ولا ماشي. بس ما هو فانت افصل تماما لحد ما توصل لتمام وتعلن في خلال يومين ثلاثه او يمكن اكتر شويه، يمكن اقل شويه، ما حدش عارف. بص، يمكن اقل يمكن اكتر، لكن الحقيقه طريقه الاختيار عشان بس يعني فعلا يعني الاستاذ بقى عبد الحكيم هو من الناس الحقيقه اللي بتتعب في شغلها. طبعا لازم اذكر اللي هو قاله، الاهلي بيشتغل بمؤسسيه واحترافيه، فقعد ياخد وقته في تصفيه الاسماء، ثم وضع ما يطلق عليه المدرب المشروع ام المدرب الاسم، ويفاضل. الكلام ده بيزعل ناس والله. لا لا، معلش كابتن، طب احنا ما بنقولش حاجه غريبه. 15 يوم دي، 15 يوم ناس فاكراها يعني مش كتير خالص يا جماعه. لا، ده في نقطه، مهمه جدا. انت في حد بيكتب العقد، بتحط انت بنود، بتروح للراجل، الراجل بيحط بنود، ده بعد الاتفاق. تخيل يا كابتن البنود انت بتحط فيها ايه دلوقتي؟ انت ممكن تتناقش في ايه؟ ان جزء من العقد يكون اوبشن لفوز ببطولات. انت متخيل البنود دي كلها ويتغير وتروح للمحامي اللي ده محتاج له مثلا اربع خمس ايام لوحده. انا ده مؤكد ومحامي يعني طبعا. المحامي بيكون دولي، لان انت بتتعامل مع واحد من بره، فبيترجم للغتين والعقد اتكتب بلغتين، فحوار كبير. ناس يعني ناس مفكراها حاجه سهله يعني. سهله جدا خالص، بسيط خالص، ويوم وليله وقلب. وتلاقي بس هي فتاوى فعلا السوشيال كتيره. طب يدفع 3 مليون ليه في راجل قيمته مش 3 مليون، ده كان بياخد 37,000 يا جماعه. ده اللي اتقال انه قياسا على الشرط الجزائي المعلن اذا كان هو برضه بطريقه النادي الاهلي، انه من 35 ل 40، وبينهم بقى الارقام دي. طب الاهلي هيديه 3 مليون ليه يعني؟ فتكتشف انه لو عايز تقسمها تقسيمه صحيحه، الراجل في الاخر اولاند اول هيبقى واخد مليون ونص دولار هو وفريق عمله في السنه، يبقى الموسمين ب 3 مليون دولار كمان مش يورو. اذا كان هو اذا ما انا بقول اذا كان هو النادي الاهلي، ما اصل انت النادي الاهلي ممكن برضه كصحفي لا تامل للنادي الاهلي، ممكن كصحفي بقالنا فتره بيسمعوا على او بنسمع على اسم حد معين. كابتن، ما انا بقول عصام شلتوت مثلا هو المدير الفني للنادي الاهلي صح؟ لا. وكل الناس كتبت انفراد 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 ان عصام شلتوت مثلا هو المدير الفني صح؟ تاني يوم قال لك يا جماعه احنا بنعتذر، عبد الحكيم ابو عالم هو المدير الفني. ايوه، انا فكرتك هتقول زي ما بنقول الفتح، يا ما يطلعش كمان علي شلتوت، لا يطلع عبد الحكيم ابو عالم. يعني ايه عالم مش من بلده تانية. كمان قصدي يعني كمان الفكره بقول لك اذا كان هو ودي حاجه انا عارف انها بتضايق اللي ما عندوش شغل احترافي. أوكي. اذا كان هو في الاخر حتى البونص اللي قاله يعني حكيم، انه فكره اذا هو اراد انه كرجل يخرج من بلاده وعنده تجربه ويعرف حجم ضغوطها حسب ما سمعنا، طب ما هو لو عايز بونص الاهلي قدر يلاقي طريقه برضه حسب فهمنا اذا كان حصل انه يحط له
بونص. لا انا برضو بطريقه اذا كان هو يحط له بونص، هات لي ثلاث بطولات مع اي مدرب بقى، دي هات لي ثلاث بطولات اتليست بالظبط، ويبقى كذا. اكيد هناك طرق معينه النادي الاهلي بيتفاوض بيها طرق مع بقى الجميع. الله عليك زوم يا كابتن، مره واثنين وثلاث تسمع. واللي عايز اقوله بقى للناس اللي بتدير الكوره، ان الاهلي برضو ما بيقعدش الخطيب والذين معه يالفوا حاجات عشان يقول لك ده. لا طبعا ده نموذج للمان سيتي والبايرن، ما بيالفوش، حتى اللوائح ممتده بس من تقاليدنا وباخلاقنا وبتاريخنا وبكل ما يخص النادي الاهلي وبطريقه اداريه الناس دي اشتغلتها، حتى يعني تلاقي شغلته هو كان راجل بيدير شغل قبل ما يدير رياضه طبعا. لكن انت بتجيب ناس تفيق عليهم بالاداره وخلاص، كل واحد حواليه المجموعه 27. ونشوف بقى اللي هيحصل الفتره الجايه، هيبان بقى مين اللي هيبقى المدير الفني سواء للمنتخب الوطني او للنادي الاهلي خلال الايام إن شاء القادمه الله. بشكرك جدا يا استاذ عصام. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا استاذ حكيم، بشكركم شكرا جزيلا. طبعا اساتذتنا الاستاذ عصام شلتوت اخونا الكبير واستاذنا يعني، والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، بشكرهم شكرا جزيلا على تواجدهم معنا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل جزء فني كبير فيما يخص مباراة الأهلي وبيراميدز، وكريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير.